هذا الدربي، هذا الدربي لما ينتهي بعد. ثم ما عدد الكرة بتاعته اللي هي ما يشوف فيها. يحاول من خلالها الهلال بأن يرتقي إلى القمة وينفرد ويبتعد. الكرة العرضية خوف خلاص على الهلال خلص. كروزوفيتش كروزوفيتش خلص الدنيا. هو بيلعب بجيران شوية. لا فاول 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 وما تحبش فاول يبقى كده في نص اهو. فاول فاول فين؟ فاول فاول على كروزوفيتش كسر كريستيانو. استنى يا عم، هو جاي من ورا. بص 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 عمل ايه؟ يهتفون ويسجلون. انه المترو هداف الهلال المتخصص لا يغيب عن المحطات الكبرى. يسجل ويحتفل كعادته 2-0. كريستيانو رونالدو هنا احتجاجات كبيره، غضب كبير، ولكن في الوقت الذي اراد الويسكاتو ان يقابل بالهجوم انهى المهمه على الاقل حتى اللحظه. هناك 9 دقائق. الله يا مترو على كل تقدير لكن صعبه جدا. 2-0 يتقدم من خلالها فريق الهلال في هذه المباراه. 9 دقائق في وقت ضايع. إثارة كبيرة في شوط المباراة الثاني. نجح الزعيم الهلالي المتصدر شيخ مرتضى الخطاب. الآن أجرى تغيير من اول مره هتغلط في المدافع. في الاخر هو عمل الصح كتاما كده، سوح المدافع وحطها بشمال. تسمع كلام جوز كمان في الفريق يقول لك مين هيشوف مين هيتزن. ده احنا خبراء 103 ايام في فارس الاوروبي. شجع الموسم انت، انا عارف انا ما بشجعش، انا كوره عامه، انا راجل حيادي. احسن، هم احسن بكتير. بداية المباراة هم عاملين شغل. منظمين. سلموا ويلا. اللمة دي طلعها بره اللعبة أصلاً.
طرد طرد مين؟ لكن الثالث على الثلاثة من التمريرة من الأسنان والسريع من سبج من تحرك كرت أحمر يخرج فيه البلاهي. المباراة شهدت كل شيء في دقائق قليلة. علي البلاهي يخرج مطرودة احتفالية وجمود في المدرج الأزرق وثلاثة أهداف مترو فيج يسجل وثاني أهدافه في هذه القمة وفي هذا الدربي. وكيف لمثل هذا يأتي بعد هذه المحطة يصبح 13 هدف بفارق هدفين أن تستمر يخرج مطرودا وكأنها العلامة الوحيدة السلبية بالنسبة للهلال في مباراة اليوم. الهلال مشاهدينا متابعينا بنتيجة الهلال يحتفل على البلاد بالكرت الأحمر لكنه بالتأكيد يا مازال متصدرا مع فريقه يقترب بفارق 7 نقاط ويمكن للهلال المباراة في 10 لاعبين. آخر دربي شهد طلعة الإله الحمري في نهائي العربية تبدل على كل من جديد بعد ذلك الله يغير لكن يلا بقى يلا بقى يلا 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 مش عاوز يجي لا 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 شغل الإحراج ده. شغل الإحراج. الماتش أصلاً ده آخره. لحظة كده هو ممكن يكون كريستيانو هو الاوفسايد يا سيمبونا يا جدعان
بس كان نفسي في الجول بتاع كريستيانو يعمل نفس الحته دي. عملها. جاب الركبه وما جابش خط كتف اللي فوق. ركبه وكتف اللي فوق. اللي كان عاملين تقنيه الفارد باك في قطر. كاس العالم. جهاز مظبوط على جهاز. الشعراوي. حلوه. دي حاجه يا دي حاجه دي اخر حاجه وانت على الموضوع ودى اللي حطها بيه. ما هو تلسك من شوية عكها برضه. هي عدلت. كان نفس المرة وعكها برضه. كريستيانو ما يفوت بس هي عدلت. بيلعب كمان حلو. لا يا سول بونو يا سول بونو يا جدعان في ايه؟ الحاجات دي ما تاكلش معاه. يا اخي رغم قوتها. لكن انا هنا. يا عايز ياكل فوق. احسنتم يا شباب انتهت المباراة كل سنة.